معانا دلوقتي تقرير لطيف جدا عن كاتبة عربية ليها تأثير كبير بكتاباتها في الحياة الثقافية العربية، ومؤلفاتها بتصنف من الكتب الأكثر مبيعا وكمان الأكثر ترجمة. معانا تقرير عن الكاتبة والروائية الجزائرية أحلام مستغنمي. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. شغلها الحب والوطن فكتبت من أجلهما. إنها الكاتبة والشاعرة الجزائرية أحلام مستغنمي، إحدى أهم وأشهر الكاتبات العربيات في الوسط الثقافي العربي وأكثرهن جماهيرية. تعد أحلام مستغنمي من أوائل الجزائريات التي كتبن باللغة العربية. في أوائل السبعينيات نشرت أول مجموعة شعرية لها، وفي عام 1982 حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس. شغفها بالأدب وتميزها في الكتابة جعل مؤلفاتها تحتل مراكز عالية في قوائم الكتب الأكثر مبيعاً. من أهم أعمالها رواية ذاكرة الجسد التي تعد روايتها الأولى، وحققت صداً كبيراً في المشهد الروائي العربي. وتوالت أعمالها مثل فوضى الحواس والأسود يليق بك، والتي حققت نجاحاً كبيراً وحققت مبيعات أكثر من 100,000 نسخة منذ صدورها. ترجمت رواياتها للغات عدة منها الإيطالية والفرنسية والإنجليزية، وبذلك تنضم أحلام إلى قائمة الكتاب العرب الذين بلغوا بكتاباتهم العالمية. حصدت خلال رحلتها الأدبية العديد من الجوائز مثل جائزة نجيب محفوظ للأداب، بالإضافة إلى ميدالية الرواد اللبنانيين عن مجمل أعمالها. كما منحها مركز دراسات المرأة العربية في باريس ودبي لقب أكثر النساء العرب تميزاً لعام 2006.